أسرة مجلة كاميرا تقدم الشكر إلى جميع الحاضرين، وأخص بالشكر السيد وزير الثقافة السابق الدكتور عبد الواحد النبوي لما قدمه من دعم للمجلة ومنحه للمسرح مجانا لكي نحتفل بهذا الحدث التاريخي في مجال الثقافة السينمائية بصدور أول عدد من مجلة كاميرا، مما يدل على إيمانه العميق بقيمة الصورة في الثقافة السينمائية. كما كنت أتمنى أن أوجه الشكر للسيد الوزير حلمي النمنم لعدم تشريفه لنا، حيث قمنا بدعوته ومقابلته شخصياً وقد وعدنا بالحضور، ولكن يبدو أن الثقافة السينمائية ليست من اهتمامه. أعتقد أن الثقافة السينمائية إن لم تكن من اهتمام وزارة الثقافة هو السبب في تدهور السينما في هذه الأيام.